علي ظاهر موجود وياكم يا شباب. عنده مناشد الرئيس أركان الجيش يقول أنا منتسب بالكتيبة نقلية مقر العام، تعرضت لأزمة نفسية بسيطة بسبب وفاة زوجتي بحادث حريق، وذهبت إلى لجان طبية وانظلمت بالقرار التنبية. اللجنة طلعوا حالتي، يقول طلعوني مختل عقليا وطلعوني من الخدمة، بعتت الشافية بشكل تام، أود العودة إلى السلك العسكري لخدمة وطني، وأنا مستعد العودة حاليا، وأنا حاليا لم أتقاضى أي راتب منذ عامين، وحالتي المادية ضعيفة جدا، وأنا المعين الوحيد إلى والدتي، تعاني من مرض نفسي حاد، وأنا استعد أقابلكم انطونيا. علاوة شلونك؟ علاوة علي تحرك، اتحرك من مكانك، اتحرك من مكانك حتى أقدر أسمع صوتك. علي السلام عليكم. ألا علاوي شلونك، شخبارك؟ شلونك استاذ، شلون امورك انت؟ علي شقد خدمتك؟ انا استاذ خدمتي انا من 2007 اداوم بالجيش. شقد خدمتك ابدي، شقد تصير يعني خدمتي؟ تقريبا هسه 14 سنة وكسور. زين انت بس جاوبني على اسئلتي حتى نستفاد من الوقت. انت صار عندك نعم بعد ما توفى زوجتك الله يرحمها، صار عندك حالة نفسية الله يرحم والديك، دخلت نعم لجنة طبية، اللجنة الطبية طلعوك مختل عقليا؟ مو اللجنة استاذ حتى يكون الامر واضح، اي اللجنة ما لها علاقة بالموضوع. لا اللي صدر التقرير مستشفى مال الدر اللجان يمشون على ضوء التقرير، يعني ما عندهم اختصاص نفسي باللجان. يا تقرير مين صدر؟ صدر من مستشفى ابن الرشد. مستشفى ابن الرشد سووا لك لجنة؟ نعم استاذ والله ما اعرف، هو لجنة ما ادري يعني دكتور الطبي يحكي وياي ما اعرف شو اسمك يعني، سألني سؤال وجواب. اي اما انا ظليت فترة يا الله اكتشفت هذا التقرير بأن هو يقول انا مختل عقليا حتى بابا. الله ما اعرف دهان عضو شنو. انت منو حالك للمستشفى؟ وحدتك العسكرية حالتك؟ استاذ وحدتي العسكرية حالتني من اللجان، لجان الطبية لجان حالتني المستشفى ابن الرشد. نعم زين اللجان الطبية اللجان ما عندهم الاختصاص هذا. بس دقيقة علاو، اللي رحت لابن الرشد نمت؟ نعم. نمت بالمستشفى؟ لا ما نمت لا استاذ. زين طبيت ودوك للطبيب؟ طولت للطبيب خمس. اي طبوني للطبيب ما طولت يمكن خمس دقائق. يعني خمس دقائق الطبيب قال لك انت مخبل؟ اي والله العظيم. زين راح يشهد الله ورسوله. ما هاي يا سنة علاوي هاي هاي هسه بالجديد، هاي ما صار لها يمكن بالسنة 20 يمكن 2020 21 زين يقصينا 21 هسه بياناتنا الله. انت شبكتها بالعشرين 21، اكو شي بعقلك بابا كان؟ لا داني لا الحمد لله استاذ انا صح صارت عندي ازمة نفسية سبحان الله يمر بظرف، انا مريت بظرف صار عندي حادث بس مو معناته فاقد عقلي لا. يعني حالة نفسية شي يصير يعني وياك؟ شي يصير وياك؟ استاذ صارت بداية شلون الاحتقان يعني ما اتحمل، بس مجرد احتقان يعني ما اتحمل، هو المجنون لازم كل شيء يسوي لازم يضرب ويقتل ويحرق، يعني كل هاي الامور ما صارت عندي الحمد لله والشكر. زين انت الطبيب التقرير مال التقرير صار يا طبيب كتبه شو اسمه تعرفه؟ الطبيب انا عندي اسماء الاطباء. اي اسد ثواني استاذ. زين اكو قضيه يا اخوان، لو علم خبر لو الطبيب مخبر ماكو غيرها، اكو واحد سعلي أنا هسه علي انا سولف وياه شوفه كل شيء ما بي بقى كون اتصل بالطبيب. زين علي انت بي خالف علاوي دقيقه علاوي. نعم. انت نعم. انت الان من طلعوك بخبر حالك للتقاعد شنو؟ حالوني للتقاعد؟ زين انا استاذ امانه الله ورسوله انا ما عندي زين وضع المادي تعبان ادري هسه بدي الله ورسوله بس علاوي وحده علاوي حالك للتقاعد؟ نعم استاذ. هسه انت تاخذ أيه. تقاعد؟ لا والله لحد الان ماكو، قبل شهرين ونص رحت للجنة رجعوني التقاعد باللجنة الاستئناف باللجان. هسه واضح، هسه واضح على خلينا نسولف أيه. لك خلينا نسولف لك سيد رئيس اركان الجيش، هاي القصه والله البلد نعم. كل شيء هاي القصه كل شيء بي. اتمنى منك الاخ العزيز اللواء عبد الحسن مدير مكتب رئيس اركان الجيش، الدز على علي، الدز على علي زين، وتشوف علي مخبل لو عاقل، او تحيل علي الى لجنه طبيه حتى تشوفون علي مخبل لو عاقل.
الكان الولد بخبر والله الدكتور ذاك صحيح، والكان الولد عاقل ها تقولوا تدزون على هذا الطبيب يا بشلون خبلته هسه واحد ماتت مرته او صارت عنده حاله نفسيه زين، بس قل لي انت وحدتك علي من حالتك اللجنه الطبيه غير لازم شافت عليك في التصرفات مو زينه تكسر الجام تقتل الجنود ما لا الحمد لله لا لا يعني مسؤول عن كلامي ليش حالك؟ عن كلامي وحدتي موجوده ليش حالك؟ استاذ انا صار عندي ضغط نفسي في البدايه ما تحملت الدوام للامانه واحد يحكي انا احكي ثانيه ايش سويت؟ ما سويت مشاكل اني انا يعني قمت اتغيب اكثر شيء يعني قامت قابليتي للدوام يعني ما اروح الدوام فالامر خلف الله علي الرجال قال لي بابا انت بدال ما تبطل يعني انا وصلت كل الرجل دز علي وقال لي انت بدال ما تبطل وانت صاحب عائله روح للجان ليه في اللجان لو تورطت استاذ انا بالمناسبه استاذ شهرين ونص اللجنه الزنافي واللجنه قالوا لي انت قدامنا مالك شيء اي يعني قعدت لواء وعمداء اثنين اي قالوا بس انت موضوعك هسه اختصر يم السيد رئيس اركان الجيش يريد الاستثناء استثناء شنو؟ الوحيد يقدر يستثنيني استثناء يعني ارجع للخدمه يعني مو من صلاحياتكم استاذ اقول لك رئيس اركان الجيش يستثنيك هسه انا ادري واحد يستثنونه بعثي بس واحد يستثنونه مخبل شلون؟ غيرك انا عندي عندي تقارير استاذ مستعد اقعد ويا اكبر طبيب نفسي زين اذا سبت هذا الشيء اتحمل المسؤوليه كامل بابا علاوي رئيس اركان الجيش نعم امامه تقرير يقول انه انت مختل عقليا التقرير موقع طبيب لازم رئيس اركان الجيش يوديك الى لجنه اخرى يجي تقرير يقول انت عاقل هسه هاي طلابه شي حلو هو هذا اللي اريده انا استاذ انا اللي اريده هذا الله انا اللي اريده يعيدني على اللجنه علاوي تتذكر انت يا مواليد انت يا مواليد انا مواليد 85 اي انت بايام الحصار بعدك صغير قبل ايام الحصار اخوان كنا ننام يعني التجار هسه احنا ما صرنا تجار لا بذاك الوقت ولا بهذا الدولار كل ربع ساعه يصعد سعر تاجر ينام اموره زينه صبح الصبح مطلوب شلون ارتفع الدولار نزلت الاسعار صادت الاسعار هسه بس ما شايف ينام عاقل يصبح مخبل والله ما ادري بهالبلد هذا خويا لواء عبد الحسن الولد علاوي موجود ورقم تليفونه موجود الله يستر عليكم حلوا لنا هاي الطلبه الولد مخبل لو عاقل هسه والله انا ما ماشي علاوي اخويا ماشي